بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الآن أن ألتقي بالشاعر حمد المزيني أثناء المشي في واد الحملي، فنريد أن يؤنسنا ببعض الأبيات بالرغم من يعني شدة المكان وصعوبة الطريق. صعوبة الطريق. تفضل تفضل أخ حمد، ولو واحدة من هلاك القويات بو تجيبين. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحنا نمشي في هذا الطريق. أها. مع الدكتور سليمان الريامي. عبد الله بن سليمان. عبد الله بن سليمان الريامي. انزين تفضل. أها. زمان اللي مضى عنا. عنا أها. لو ساعة علينا يعود. يعود. ونقني من ثمار الورد. الورد. من نرقس وريحاني. وريحاني. حبيبي اللي أحبه راح. راح. وخلاني في ليالي السود. السود. ما ظني سأل عنه. لا. نسي اسمي وعنواني. يا شبابي وشيبي ومشيبي. ومشيبي. رحل معناي فات العود. العود. وهذا الحال كيف الحال. الحال. عمرنا والدهر فاني. فاني. صبرنا والصبر طول. طول. علينا ولا نطيق الزود. الزود. ويش الرأي أهل الرأي. ما عندنا راي احد. دلوني بعرباني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. احسنت.